مرحبا، اليوم تجربة الكروس اوفر الصيني جاك اللي هو JS6. تصميم JS6 تصميم شبابي، بيتوجه الى شباب يلي بحبوا يكون عندهم كروس اوفر ولكن بسعر رخيص، يخدهم ويجيبهم الى الدوام او الى الجامعة ومن دون ما يدفعوا مبالغ عالية، وايضا يقوم بتلبية احتياجاتهم. منشوف مصابيح LED بالامام وبالخلف، عن جنب منشوف عنا عجلات من الألومنيوم بقياس 18 إنش. المكسورة من الداخل بتتمتع بمزج للألوان، مواد طرية، جلود، شاشة كبيرة دول سكرين بحجم تقريبا 24 إنش، وهي فعليا شاشتين بحجم 12.3 كل واحدة. النظام الترفيهي بيعطينا التطبيقات ومن أبرزهم تطبيق الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. منشوف ايضا تصميم الكراسي بشكل جميل، مزج للالوان، وحتى عنا الالومنيوم او بالاحرى بلاستيك ولكن عاطي شكل جميل. عنا مقود مع 3 تبديل السرعة، ومنشوف ايضا ازرار التحكم من الالومنيوم. بالوسط منشوف ايضا تصميم غريب شوي، عنا مثل شاشة صغيرة للتحكم بالمكيف. نشوف ايضا مكان لوضع المحمول، بالطراز الاعلى بيتوفر شاحن لاسلكي، ولكن الطراز اللي معي لا يتوفر شاحن لاسلكي لانه بيتوفر طرازين، طراز الكومفورت يلي معي والفلاكشيب يلي هو الاعلى. نشوف عندنا حاملات الاكواب، مكان لوضع المفتاح او المفاتيح، ايضا في عندنا مكابح يدويه كهربائيه والقرص يلي بخلينا نتحكم بعلبه الغيارات، مسند لليد مع مكان للتخزين وتبريد بواسطة المكيف. ايضا في عنا مكان للتخزين تحت الكونسول بحجم جيد ومخارج للشحن. اما بالنسبة لمساحة الصندوق فهي 670 لتر، وعن طي المقاعد توصل لل 1080 لتر. لاحظنا التصميم على الابواب والتخريم بطريقة جميلة موجودة على الابواب الامامية وحتى الخلفية. بنسخة الكومفورت ما بتوفر فتحة بانورامية، ولكن بالفلاكشيب في فتحة بانورامية. بالنسبة لأنظمة السلامة، أنظمة السلامة عادية بالكومفورت، ومثبت سرعة يعتبر عادي، ولكن النسخة الأعلى اللي هي الفلاكشيب بتوفر نظام تثبيت سرعة المتكيف مع إبقاء السيارة داخل المسار، وكل هالأنظمة اللي بتساعد السائق بالقيادة وأيضا بالسلامة. أيضا في عنا اختلاف بالكاميرات، الطراز اللي موجود معي بتوفر بكاميرا خلفية، ولكن الفلاكشيب بتتوفر بكاميرا بتعطيك رؤية 360 درجة. الكومفورت فعليا مش انه ما فيها أنظمة سلامة، ولكن ما فيها أنظمة مساعدة السائق المتطورة. بالنسبة للمحرك، عندنا محرك من 4 أسوانات مع شاحن تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 181 حصان والعزم 280 نيوتن متر، مربوط بعلبة غيارات من 6 سرعات دول كلتش، وبتتسارع من 0 ل 100 من خلال 9.8 ثواني. عزل الأرضية يعتبر مقبول، أجهزة التعليق طرية وما بتسبب ضوضاء عالية، ولكن فيها بعض الضوضاء عند المطبات، ولكن بالمطلق كسيارة بهيك سعر تعتبر جيدة. سعر JS6 هو بيبدأ من 70,900 درهم بالنسخة اللي موجودة معي، أكيد بيختلف السعر وبيرتفع حسب الطرازات وحسب الضريبة المضافة. رأيي بجاك JS6، سيارة بمواصفات جيدة، السعر يعتبر شوي مرتفع، تصميم جميل، عم تعطينا مواصفات جيدة داخل المكسورة ومواد جيدة، وخاصة عنا الشاشات يلي عم تعطينا وضوح أو رؤية جيدة جدا مع التطبيقات يلي بتوفرها. أما الشيء اللي ما حبيته بالJS6 هو تلكؤ التوربو عند الانطلاقة وعند المناورات. أكيد JS6 منا سيارة رياضية لتقوم بمناورات رياضية وقيادة رياضية، ولكن ما بيمنع عند الانطلاق أو التجاوز يكون عندك عزم جاهز لحتى ينطلق فيك، ولكن بوجود تلكؤ التوربو هذا الشيء ما بيسهل العملية عليك. بتوفر 3 وضعيات للقيادة، إيكو، كومفورت وسبورت. عند القيادة على نمط القيادة الرياضي بصير عندك نشاط أكثر بالمحرك،
ولكن انت مش بامكانك تقوم بقياده السياره كل الوقت على نمط القياده، لانه بصير عندك مصروف للوقود عالي. وبالحديث عن المصروف، مصروف الجي اس 6 يعتبر جيد جدا. هذه كانت تجربتي لجاك جي اس 6، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. شوفكم بتجربة جديدة، الله يكون معكم.